أيضا لمزيد من التعليق ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس مركز ديمومة للدراسات الاستراتيجية الدكتور تركي القبلان. دكتور تركي، يعني أهلا بك. وبداية، يعني حاولت قطر مع موسم بداية الحج تسييس الحج، ولكن المملكة حرصت على التأكيد على الترحيب بالحجاج القطريين منذ بدء الموسم، وآخرها توجيه خادم الحرمين الشريفين باستضافة القطريين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين. فما دلالة هذا الموقف من المملكة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا، مكرمة خادم الحرمين الشريفين تجاه الشعب القطري الشقيق هذه ليست الأولى، بل سبقها لفتة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله الأبوية الكريمة بلم شمل الأسر القطرية المشتركة مع أسرهم وعمقهم السعودي والخليجي، كذلك تنظيم خطة الطيران المدني في حالات الطوارئ له بعده الإنساني. نعم. نحرج على سؤالك سيدي، حاولت قطر الاستثمار، وهي بهذا تحاول أن تعلن للعالم أن منهجها هو منهج إيران لا تنفصل عنه نهائيا في استثمار أزماتها ومشاكلها مع العالم أجمع، بحاولت تسييس الحج وأن المملكة العربية السعودية تمنع الحجاج وأن المملكة العربية السعودية تحاول تسييس الحج، وعرجت بهذا الملف، حاولت أن تعرج به إلى الأمم المتحدة وأسقط بيدها في كل الأحوال، وكان آخرها الاستجابة والهبة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين لشفاعة أحد أفراد أسرة آل ثاني الشيخ عبد الله آل ثاني، الذي يتحدر من أسرة ومن فرع أساسا يحظى باحترام وتقدير الخليجيين بأجمع وخادم الحرمين الشريفين في مقدمتهم. المملكة العربية السعودية يا سيدي الفاضل منهجها واضح، لا لتسييس فريضة الحج. فإذا كان الحجاج الإيرانيين رغم سلوك نظام الحكم في إيران العدائي للمملكة وللعالم أجمع بدعم الإرهاب وإشاعة الفوضى في الدول وتهديد الأمن والسلم العالمي، إلا أن حجاج الإيرانيين محل ترحيب وحفاوة من قبل المملكة، إذن كذلك أولى الشعب القطري أن يرحب به من قبل المملكة العربية السعودية، وهذا ما صار. وهكذا كان عشمهم بخادم الحرمين الشريفين في محله. نعم دكتور. نعم دكتور تركي، يعني التسهيلات التي قدمت للحجاج القطريين لم تقدم لأي دولة من قبل، فكيف يؤكد ذلك على حرص المملكة على الشعب القطري رغم يعني السياسات العدائية من قبل السلطات في الدوحة؟ المملكة حريصة كل الحرص، وكل مرة حتى وأثناء إعلان البيان الأول لقطع العلاقة مع قطر لم تغفل المملكة العربية السعودية بأمر خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله مسألة الشعب القطري، بل جسدته ضمن البيان وأنه جزء لا يتجزأ من الشعب السعودي والشعب الخليجي. ولذلك نحن نقول لقطر، وهذه فرصة، إذا أحد أفراد آل ثاني اللي هو الشيخ عبد الله وهو خارج منظومة الحكم كان له هذا التقدير وهذه الحفاوة عندما أدرك الطريق الصحيح بعروبيته وبعمقه الخليجي الأسري والاجتماعي السياسي، أن على عقلاء آل ثاني أن يحذو حذوه في مسألة الجلوس مع أعلى سلطة في الحكم في قطر ومناصحة الشيخ تميم ومناصحة منظومة الحكم هناك أن لا مجال للبحث عن أي تأييد وأي شرعية لهذه الدولة خارج منظومتها وعمقها الخليجي. ولذلك نأمل بإذن الله تعالى من عقلاء آل ثاني أن تكون هذه نواة للجلوس والمناصحة الشيخ تميم ومنظومة الحكم هناك وتصويب الأمور في سياقها الصحيح وجذب قطر شكراً. وأخذها من مسارها الإيراني الدخيل على المنطقة العربية برمتها إلى مسارها الصحيح والتصحيح هذا المجلس. نعم، رئيس مركز ديمومة للدراسات الاستراتيجية الدكتور تركي القبلان، شكرا جزيلا لك.